أهلا بحضرتكم. حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا عن البيبي. أيوة عن البيبي، أنا آسف جدا. حضرتك ممكن تقول لي هل هذا الكلام يليق في إذاعة محترمة؟ طيب أقول لحضرتك، طب ما تيجي نمشي في الشارع تحت أي كوبري كبير وأنا شم هذه الرائحة، رائحة البيبي التي تعبق بها أسفاس سافل كبار القاهرة. تعال نشوف أكوام الفضلات التي تعج بها بطون أنفاق القاهرة. مش دي مشكلة موجودة في حياتنا؟ ليه مش عايزنا نتكلم عنها؟ وليه مش عايزنا نناقشها؟ صدقني أنا لا عايز أثير قرفك ولا عايز أضايقك ولا عايز أزيد صيامك عناء أو أنكد عليك بعد الفطار لو كنت بتسمع الإعادة. ببساطة شديدة كل اللي أنا عايزه أنه نحاول فهم أحوال شعب متحضر كان دايماً بيعطي للنظافة قيمة خاصة كانت بتخليه يطلق على أي شخص محترم أن دماغه نظيفة. كان لما يرضى عن الدنيا بيصفها بأنها زي الفل. إيه اللي بيخلي الناس تلجأ إلى ممارسة البيبي الجماعي في شوارع القاهرة؟ ببساطة شديدة ممكن يجي واحد يقول إن الناس مش راضية عن أحوال البلد. ممكن نتكلم عن مصطلح جديد في علم الاجتماع، البيبي الاحتجاجي أو التبول الاحتجاجي. بالمناسبة مش أنا اللي اخترعت هذا المصطلح، الروائي التركي الكبير مظفر إزغو ليه قصة رائعة جدا اسمها نفق للمشاة. بتحكي إنه في قرية تركية هبط عليها في يوم وفد رسمي يبشر أهليها إن في دولة صديقة قررت إنها تهدي القرية نفق للمشاة. الحقيقة القرية أساساً ما كانش فيها غير شارع رئيسي واحد، ما كانتش محتاجة نفق للمشاة. أهالي القرية ما فهموش اللي عايز يقوله رئيس الوفد الصديق، بس سقفوا من قلوبهم وقالوا الله يبقى عندنا نفق للمشاة في القرية. والله حاجة جديدة، جت الآلات حفرت الشارع، بدأوا الناس يقولوا يا سلام ممكن لو هم بيحفروا النفق يلاقوا بئر بترول فبالتالي تتحل مشاكل القرية إلى الأبد. فناس سألوا نفق المشاة ده يعني إيه؟ فقالوا لهم نفق تدخل من طرف تطلع من الطرف التاني بس، هو كده. قالوا لهم بس هو ده الموضوع. قالوا طيب كويس ان احنا شفنا حاجة من الحكومة وتعمل لنا النفق زي بعض. المهم بدأوا الناس بقى ايه يحذروا الاهالي، يحذروا الاطفال من دخول النفق لانه في عفاريت واشباح وحاجات كده، وبدأ مجنون القرية يدخل جوه النفق يعمل بيبي. فمسكوه قبضوا عليه وعقبوا. فالناس من باب العقاب للحكومة اللي بدل ما تعمل لهم شوارع ومستشفيات راحت عملت نفق المشاة، قرروا ان هم يعاقبوا الحكومة بايه؟ ان هم يعملوا بيبي جماعي في هذا النفق. جات الحكومة بعدها بسنة جي رئيس هذه الدولة يزور تركيا، فقالوا احنا هنزور المشاريع اللي افتتحتها الدولة الصديقة في هذا البلد، من ضمن هذه المشاريع نفق المشاة. جي الرئيس الضيف ومعه مندوب من الرئاسة عشان يزوروا هذا المشروع، وذهبوا إلى النفق فلقوا النفق مليء بالروائح الخبيثة للبيبي والكيكي وكل ما يخطر على بالك من أنواع الفضلات اللي قرر المواطن التركي أنه يحتج على دولته ويعملها في قلب النفق. نظر المسؤول إلى المسؤول الدولة الضيفة إلى النفق وقال، ده نص كلام مظفر إزجو، لم أرى في حياتي احتجاجا بهذا الشكل، سأحكي عن هذا الأمر في بلدنا عندما أعود، سأقول لحكومتنا إن شعبكم ناقم علينا وهم يعملون الفضلات فوق منشأتنا معبرين عن احتجاجهم علينا، انتوا بقى ايه بتحتجوا علينا وبتعاقبونا. مظفر إزجو عبر عن المعنى اللي أنا قصدي أقوله، هل الناس بتمعن في عمل هذه الظاهرة احتجاجا على الأوضاع؟ طب ما هي الثورة قامت وأطاحت بالنظام المخلوع، ليه البيبي مستمر في شوارع القاهرة؟ ليه الروائح الكريهة اللي موجودة في أسافل الكباري موجودة؟ ببساطة شديدة إن مفيش لا احتجاج ولا نيلة، ببساطة مفيش دورات مياه. هذه هي المعضلة وحلها في نفس الوقت. الناس الحقيقة دايما بتحاول تطلع نكت في الموضوع ده، ودايما بيمشي ده مع رغبتها الملحة في إنها تجلد ذاتها، وإن إحنا شعب عمره ما يعمل الصح، وشعب عمره ما يلجأ إلى الطرق الطبيعية وكذا. أنا شايف المسألة بسيطة جدا. لو كان السادة الرؤساء اللي افتتحوا كباري في البلد من أول بقى عبد الناصر والسادات ومبارك، شوف كل كبري كل مرحلة افتتحت تحت أنهي رئيس، زي ما بيطلعوا ياخدوا صور وهم بيفتتحوا الكوبري من فوق، كان ناقص حاجة بسيطة جدا ان هم ينزلوا تحت الكوبري يفتتحوا دورة مياه تحت كل مرحلة من مراحل الكوبري.
أنا لا أتصور إن في مواطن مهما بلغ فقره أو ازدادت وطايته، وأنا آسف في اللفظ، سيقف ليتبول تحت كوبري، بينما يمكن أن يكون إلى جواره مرحاض عام نظيف ومتاح له ولغيره مجانا. ببساطة هذا المواطن لم يفكر أحد من حكام مصر كيف سيقضي حاجته، هم انشغلوا بالتسابق لافتتاح الكباري والأنفاق دون تزويدها بأهم المرافق الصحية اللي ما كانتش هتكلفهم شيئا يذكر. صدقوني يا ناس، المواطن المصري مش بيوسخ أرض بلاده لأنه بيشعر باستبداد حكامها وفسادهم. عندنا بلاد عربية كثيرة بتحفل بالاستبداد والفساد، عندك سوريا مثلا، عندك تونس ما قبل مثلا خلع زين العابدين، وطأة الاستبداد شديدة جدا، بس كان فيه الحد الأدنى اللي بيخلي الدول تعمل للناس مشاريع بسيطة جدا أبسطها دورات المياه. في الدول المتحضرة بيشعر المواطن بروح المسؤولية عن بلاد هو شريك في صنع تقدمها، وهي كمان هذه البلاد ما بتحرموش من خير ذلك التقدم. لكن في بلدنا الحكومة فكت الارتباط بينها وبين المواطن، وعشان كده سابته يفعل ما يريد بما فيها الببي في الشوارع، مقابل أن يطرمخ على فعلها بالبلاد ما تريد. فهي كمان تعمل ببي في التعليم وفي الثقافة وفي الإعلام وفي الصحة، في معاهدة سماح متبادل بالبيبي بين الحكومة والمواطن. فالمواطن مطلق السراح في الشوارع، يعمل اللي هو عايزه مقابل أن الحكومة تعمل اللي هي عايزاه في الصحة وفي الاقتصاد وما إلى ذلك. وللأسف بقت زي ما هي مش معنية بحل مشاكل المواطن، لا في الأكل ولا في تصريف الأكل، وهو مطلوب منه أنه يسلك نفسه ويتصرف بمعرفته بشرط واحد فقط، أن ده يحصل بعيد عن عينيها. ومطلوب من الناس أنها تغمض عينيها وتتجاهل الرائحة الكريهة اللي بتتعالى يوما بعد يوم في أرجاء الوطن. قبل الثورة بعد الثورة الحل بسيط جدا جدا جدا، احترام آدمية الإنسان. المواطن اللي بيحس بالآدمية وبيحس أن الدولة معنية أنها توفر له دورة مياه نظيفة هيتعلم السلوك المتحضر. ممكن في أول يوم تبقى دورة المياه زي ما شفنا في بعض دورات المياه اللي موجودة في الميادين فيها وساخة فيها قذارة، بس مهمة الدولة أنها توفر الإيد العاملة اللي تساعد المواطن على النظافة. بالمناسبة أي حد من حضراتكم سافر أمريكا سافر أوروبا هيلاقي في أشد الدول تقدما، لو دورة المياه العامة ما فيهاش عامل بينظفها بتبقى لمؤاخذة متسخة، وبيبقى فيها مية في الأرض وبيبقى فيها المناديل في الأرض، لأنه الناس هناك مش ملايكة زي ما احنا متصورين. دور الدول والحكومات إنها تساعد الإنسان على أن يكون راقيا، إنها تساعد الإنسان على الارتقاء بنفسه. الحل بسيط يا جماعة، مفيش تبول احتجاجي في شوارع مصر، كل الحكاية مفيش احترام لآدمية الإنسان، وعلى رأس آدمية الإنسان حق الإنسان أن يقضي حاجته في مكان نظيف. هل سيأتي قريبا بعد الثورة وبعد الرئيس المدني المنتخب اليوم الذي لا تتصاعد فيه روائح الببي في شوارع القاهرة والمدن الكبرى؟ هل سنتذكر حقنا الآدمي في مكان نقضي فيه حاجتنا؟ أبو قبلوني، ما أقصدش أبو قبلوني إن ده يحصل، زي ما حضراتكم عارفين قصدي أبو قبلوني بكرة في نفس الموضوع.